بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أبناء الله ما أختم بكم إن شاء الله بإذن الله. اليوم سوف نستكمل ما بدأناه القصص السابقة. كنا قد تحدثنا عن يعني مكونات الكلمة، أن الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وعرفنا أن من علامات الاسم قد ينتهي بتاء مربوطة أو أن يقبل الألف واللام أو التنوين، تمام، أو يسبق بحرف جر، تمام. ووضحنا أنه لا يعني أبدا أن الكلمة تبدأ بألف ولام تكون اسم، مثل التقى، التزم، هذه أفعال، التزم فعل، بدليل ما حذف الألف واللام هنا تصير تزم، لا يصير لها معنى. لكن الألف واللام في الأسماء مثل الملعب، عند حذف الألف واللام تصير ملعب، يعني الألف واللام زائدة بخصوص الاسم، تمام. إذا وضحنا أن الكلمة عندما تبدأ بالتاء قد تكون اسم وقد تكون فعل، مثل تقدم، تقدم المجتمع مهم، وتقدم المجتمع، تقدم فعل ماضي، لكن تقدم المجتمع مهم، هنا تقدم اسم وتعرب مبتدأ. أيضا قمنا بتوضيح ما معنى النكرة والمعرفة، ووضحنا المعرفة هناك المعرب بالألف واللام من المعارف الضمائر، ووضحنا الضمائر بشيء من التفصيل، تمام. كمان أيضا يا شباب، من ضمن سنستكمل اليوم من ضمن المعارف، من ضمن المعارف، كل حاضر الحين؟ رقم 3 اللي هو إيه؟ أسماء الإشارة، أسماء الإشارة. طب مين يكتب لنا أسماء الإشارة بالشات؟ كله يكتب أسماء الإشارة بالشات سريعا كده. الكل يكتب لنا اسم الإشارة، الكل يكتب اسم الإشارة قبل ما نكتبه، الكل يكتب اسم الإشارة. لا يا إبراهيم، هو وهي دي ضمائر. اسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، تلك، ذلك، أولئك، دي اسم الإشارة من المعارف. اسم الإشارة، تمام، ماشي، ممتاز. جنى أرسلت، وعبير، ومين تاني؟ استنى نشوف. وإبراهيم كتب، وإسماعيل كتب ما شاء الله، ممتازين. وعبد الله كتب، تمام. وهاجر كتبت بعضهم، تمام. اللي كاتب لها هو وهي، لأ. هلا يا متر، عمر، صح، تمام. اللذان يا إبراهيم، دي السلام عليكم. أنا كمان النقطة الرابعة، ممتازين. النقطة الرابعة يا شباب اللي هي إيه؟ الأسماء الموصولة، الأسماء، ركزوا في الأسماء الموصولة. الموصولة، إيه الأسماء الموصولة؟ اكتبوا لنا كده. يا مستر اكتبوا لنا، الذي والذي عشاك. لا لا اكتبوا في على الشات، بس بحيث الكل يعني يقوم بالمشاركة. ممتازين، ممتازين. يبقى الأسماء الموصولة اللي هي إيه؟ الذي، التي، اللذان، اللذان واللتان للجمع، اللذان واللتان أقصد للمثنى، تمام. لكن الذين للجمع دي نركز، تمام. اللاتي، اللائي، من وليست من، من بفتح الميم، من وما بمعنى الذي، تمام. يبقى الأسماء الموصولة يا الذي، مستر، التي، ايه الذي. الفرق بين اتفضل. من ومن من حرف جر، وين؟ اسمعني، اسمعني كويس يا شباب. احنا عندنا من حرف جر بيأتي بعد اسم عادي، يكون اسم مجرور، لكن في اللي هي من الاستفهامية، من حضر اليوم، من حضر، او من يجلس بجانبك، ركز معايا، من يجلس باستفهامية بيسأل. نفرق بين من الاستفهامية ومن الموصول، اقول حضر من ذاكر، حضر من ذاكر، بمعنى حضر الذي ذاكر، هنا بمعنى الذي. لكن هل هنا تأتي من حضر اليوم، أو من يجلس بجوارك، الذي، هل معناها الذي يجلس بجوارك، أم فيها استفهام؟ لا، في استفهام. فيها استفهام. نفرق بين من الموصولة ومن الاستفهامية ومن الشرطية. عندما أقول من يذاكر ينجح، يذاكر ينجح، هو العرب يختلف بقى؟ اللي هي من الموصولة،
اللي بيجي بعدها بيعرب على حسب موقعه في الجملة، صح؟ مين حرف الجر اللي بعده؟ اسم مجرور، ماذا الموصولة حسب موقعه في الجملة، تمام؟ ودي من الشرطية، تجزم فعل الشرط وتجزم فعل جواب الشرط، وإن شاء الله سنتحدث عن جزم الفعل المضارع، تمام؟ تمام يا شباب؟ يبقى نفرق بين كل هذه الجزئيات، تمام؟ كمان من ضمن المعارف المعرف بالإضافة، أو المعرف اللي هو العلم، خلينا أول حاجة اللي هو إيه العلم؟ إيه العلم؟ لما أسأل مثلا يا أحمد، أحمد إند... رد علي، كلها يرد عليك لا طيب. يا لما أقول لك سلمني على خالد، فلنفترض خالد صاحبك، هتفهم خالد ده إيه؟ خالد صاحبي اللي هو اسم إنسان. اسم إنسان. بقول لك أرسل لخالد، هتجيب لي ولد اسمه خالد، تمام؟ لو بنت اسمها فاطمة، أنت فين؟ هتقول لي في مكة، بلد اسمها مكة، صح؟ هل يتبادر إلي لما أقول لك سلمنا على محمد، تروح تجيب لي طبق مثلا؟ لا، معروف محمد معلوم لدي ولديك ولدى الكثير من الناس أو كل الناس إن محمد اسم ولد، فاطمة اسم بنت، الأسماء عامة اللي هو معرف بالعالمية، فهمت يعني معرف بالعالمية؟ أسماء الأشخاص والبلاد، تمام؟ والشهور كمان. طيب، كمان من ضمن المعرف بالمعرف اللي هو بالإضافة، المعرف بإيه؟ بالإضافة، تمام؟ إيه معرف بالإضافة دي؟ في حاجة اسمها المضاف والمضاف إليه. المضاف إليه بيفيد التخصيص. يعني إيه يفيد التخصيص؟ ركزوا معايا. حضر طالب علم. حضر طالب مهذب أول حاجة مثلا، وحضر طالب علم، ركز معايا. طبعا كثير من الطلاب عندما ينظر يجد نكرة ونكرة، يعني النكرة الثانية صفة، صح؟ صح؟ يقول نعت. النكرة تمام. الثانية دي يقول نعت، لا، ليس في كل الحالات. حضر طالب مهذب، يصح لي ان اقول ان اصف الطالب انه مهذب، فطالب هنا فاعل ومهذب صفه لي نعت، لكن هل يصح لي ان اصف الطالب انه علم؟ هل ينفع اصف الطالب انه علم؟ لا 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 يا لا مستر، انا خصصت الطالب انه طالب علم، لان هناك طالب مال، هناك طالب سلطان جاء، مش فاهمينتو؟ فهنا طالما افادت التخصيص اسمه مضاف اليه، كلمه طالب دي هذه معرفه بالاضافه، لان بعدها طبعا كلمه تعرف مضاف اليها، سواء كان الاضافه او التعريف كان كلمه وبعدها كلمه، او طالب العلم فعل فلان برضه معرف بالاضافه، او مثلا كتابك اقصد، يعني معرفه بالضمير، اي كلمه يتصل بها ضمير، الضمير ده يعرف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، يعني كلمه معرفه بالاضافه، فهمتوا؟ أي فهمتوا؟ مستر، طيب تمام. ندخل بقى يا شباب على جزئية أخرى، اعتقد إن هذه الجزئية ندخل على جزئية أخرى، جزئية إيه؟ الفعل المضارع. الفعل المضارع، ركزوا معايا، الفعل المضارع الصف الأول إعدادي، تمام، عنده جزئية في جزم الفعل المضارع، بناء الفعل المضارع وبناء الفعل الماضي على الصف الثاني إعدادي، هسرد بعضها تمام للإيضاح. الفعل المضارع معروف اللي هو ايه؟ بيكون مرفوع بالضمه، ركزوا معايا، الفعل لا اما صحيح، يعني هقول يعني صحيح ومعتل، او معتل او معتل، يعني ايه صحيح؟ حد يعرف حروف العله؟ ألف واو حروف صحيح اي لا يعني يوجد، مستر ما فيهاش ألف ولا واو ولا ياء يوجد، لا يوجد بها حرف، أوي، من يعني ما فيهوش حرف أصلا من حرف العلة، ايوه من حروف العله، الله يفتح ما عليكم، فيش في أصله ألف أو واو أو ياء. ايوه الف او واو او ياء، كده سهل، كده سهله. انا لماذا اقول هذه الجزئيه للجزم فقط؟ طيب لو كان صحيح الاخر، اذا كان صحيح الاخر، او اذا كان صحيح الاخر يرفع بعلامات ظاهرة، يعني نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، أقول مثلا يساعد، أهو يساعد الغني الفقير مثلا، ينفع يصح لي أن أضع الضمة، أقول يساعد دو، صح ولا لا؟ وأضع الضمة، صح
لكن مثلا يسعى، هل ينفع اقول يسعي؟ اه يسعى الرجل للخير مثلا، هل ينفع اقول يسعو واحط الضمه؟ لا يا مستر ما لا. ينفعش، يبقى ما طالما ينفعش. انتهى يدعو اخرها واو، يدعو ينفع؟ لا لا لا، هنا علامات مقدره. تمام، ما ينفعش يا يقضي. مستر. ايوه، يقضي الرجل بالحق. هل ينفع اقول يقضي عشان ده فعل مضارع يعني، لانه لا فعل ما مضارع مع ينفعش مضمه؟ لا، تقضيه. هنا يعرب بعلامات فرعيه. لا ايوه، يعرب بعلامات فرعيه، طالما معتل الاخر يعرب بعلامات فرعيه. طيب، الفعل المضارع اللي هو الصحيح الاخر يعرب بعلامات ظاهره، مشكلة والفعل المضارع اي تاني المعتل الاخر يعرب بعلامات فرعيه. طيب، ركزوا معايا في الجزئيه اللي هقولها. هناك حاجه اسمها الافعال الخمسه. ايه الافعال الخمسه؟ الافعال، اللي بتنتهي بواو ونون أو ياء ونون. ايوه، كل فعل اهو، كل فعل مضارع او فعل مضارع انتهى او ينتهي بألف ونون او اتصلت بها، أو ياء ونون. اتصلت به ألف الاثنين، ألف الاثنين او واو جماعة او واو الجماعة او ياء مخاطبة المؤنث او يا المخاطبة المؤنثة المؤنثة. ركز معايا في اللي هقوله، يعطينا مثال يا مستر. سهل جدا المثال، يعني هجيب أي مثال، هجيب أي فعل. يكتب، يكتب. ركز معايا، أنا بس أحب، ما أحبش أعملها بالكبار، ده كفاية لكم أنا بعدين بالكبار. ركز معايا، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، هنعمل ألف الاثنين مرتين أهو، أهو ألف الاثنين مرتين أهو، أو واو الجماعة، واو الجماعة مرتين أهو، واو الجماعة مرتين أهو، أو ياء المخاطبة المؤنثة اللي هي الياء وبعدها النون. ركزوا معايا، يكتب أهو، اقرأوا كده. يكتبان يكتبان يكتبون، تكتبان 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 يكتبان يكتبون يكتبون يكتبان يكتبون تكتبين تكتبين يبقى اذا كل فعل تكتبين مضارع، يعني افعال خمسه، يعني الفعل الواحد له خمس اشكال: يكتبان، تكتبان، تكتبون، يكتبون، تكتبين. الفعل الواحد له خمس اشكال. اعيد تاني، اعيد مره لا تانيه. لا لا طب اعطي فعل اخر والكل يجيب الاشكال الخمسه لهذا الفعل. تمام، اهو اكتب، اهو اهو، يكتبان، تكتبان، يكتبون، تكتبون، تكتبين. وهو الإعراب، كل يجيب لي الفعل يشرح، يجيب الأشكال الخمسة للفعل يشرح. اكتبوا لي في الشات كده الأشكال الخمسة للفعل يشرح يا باشا الشطار. يشرح في الشات الخمس أشكال. إبراهيم كتب يشرح أول شكل، وهاني مين؟ أيمن ماشي، وأحمد تمام. فين الباقي؟ مالك تمام؟ يشرحون يشرحون لا، اكتب اكتب عشان يشرح كي كانك الضوضاء عندي بعض. نهد عن أي فشاعة تاس ممتازين، شايف انا كثير منكم ما شاء الله اشرقت، قدرت اقول لهم مرة واحدة. أنا مستر إسماعيل حضرتك، حضرتك فشوف، اشوف، حاضر، وأنا شوف لأني وأنا اغلبكم. ومين تاني؟ و ويوسف وعبد كتبهم، الله وعبير. بعضهم كتب كلمة كلمة. تمام، ونهى أعرفهم أيضا. و أعرفهم يا مستر. تمام، ممتازين، ممتازين والله أغلبكم ما شاء الله يعني. تمام، ماشي رودينة تمام، وإسماعيل. إسماعيل كتبت إيه؟ تمام، اسمعي، كتبهم كلهم ما شاء الله. يبقى اذا يشرح، هقول كده اهو، اهو مرة ياء، اضع الالف والنون اهو، اهو كده، يشرحان، تشرحان، صح؟ بس ممكن سؤال، اتفضل. يشرحون، هو الشات بتاعنا أيمن بيوصل لحضرتك؟ ايوه، أيمن انا عامل الشات، مصمم الشات يوصل لي انا فقط، مش لاي حد.
تمام، محدد طيب الشاهد عندنا. يبقى يشرحان، يشرحون، تشرحان. اها، تشرحون وتشرحين، اخر حاجة اللي هي تشرحين. الافعال الخمسة دي، الافعال الخمسة يا شباب اعرابها ايه؟ اعراب الافعال الخمسة، اعراب الافعال الخمسة، ركزوا معايا. إعراب الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، ترفع، أهو إعراب الأفعال الخمسة. أقول إيه وبرضه مثلا؟ بحذف النون يا مثل، إيه؟ وبرضه بحذف النون. في النصب والجزم، ما لسه هشرح النصب والجزم أيضا. تمام؟ ترفع، تمام ماشي. أهو ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. تمام، زي ايه؟ نريد مثال اهو، الطالبان، ركزوا في اللي اقوله اهو، يكتبان الواجب. طيب نسأل مثلا هاجر، اعربي لنا الطالبان. الطالبان آه. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. تمام، اسم بداية كلام يعني مبتدأ، ركزوا معايا، مبتدأ أهو مرفوع مرفوع بالألف لأنه وبعدين مثنى. رفعه الألف لأنه مثنى. يكتبان، اكتبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل، فعل أفعال علمت خمسة. حضرتك مضارع، ركز بس معايا، فعل مضارع أهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ركز معايا، وألف الاثنين، شايفين ألف الاثنين دي في يكتبان؟ شايفينها ولا لا؟ ايوه بس شايفون. آه، ألف الاثنين هنا هي الفاعل، وألف الاثنين أهو ضمير مبني في هذا رفع محل فعل. رفع فعل. عرفنا الفرق، عرفنا الفرق بين الألف هنا في الاسم والألف هنا في الفعل. الألف في الاسم هنا في الطالبان علامة إعرابية، لكن الألف في الفعل هنا ده ضمير فاعل وليس علامة إعرابية. تمام، تمام. طيب نسأل عبد الرحمن هاني كده. عبد الرحمن، حضرتك مثلا أقول المعلمون يشرحون الدرس مثلا، عرب للمعلمون. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. آه، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، يعني الواو هنا علامة إعرابية، الواو والنون، الواو هنا علامة إعرابية. طيب يشرحون، يشرحون دوت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت الله النون. يفتح عليك، فعل أهو مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. شايفين الواو؟ الواو في كلمة يشرحون، شايفينها ولا لا؟ ايوه مثلا. نعم هي الفاعل وليس علامة إعرابية، ليس علامة إعرابية. أهو واو، واو الجماعة، أهو ضمير مبني في محل رفع فاعل. عرفنا لماذا ان يعني قلت مسبقا او قلنا ان الجموع تكون اللي هي الواو والنون في الجمع المذكر السالم ليس علامه عربيه. كثير من الطلاب يخطئ، يقول لك فعل مضارع مرفوع بالواو، ازاي فعل مضارع مرفوع علامه رفع الواو؟ كيف؟ تمام، فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون. تمام، طب لو اخاطب طالبه لا أقصد في ياء المخاطبة المؤنثة مثلا، أقول أو يا أنت. مثل آه، الكلمة التي تليها ماذا تعرف؟ كلمة إيه؟ الدرس، نعم الدرس،
الطالبان يكتبان الواجب، الواجب ماذا تعرف؟ مفعول به يكتبان فعل مضارع، الالف الاثنين هي الفاعل اللي بيكتبوه، الواجب مفعول به. تمام. تمام، شكرا. المعلمون يشرحون الدرس، واو الجماعه هي الفاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، بيشرحوا ايه الدرس مفعول به. تمام. هي لا تشترط ان تعرف مفعول به، لان هناك افعال، يعني المشكله ان هناك يعني ممكن يكون في فعل لازم، الفكره كلها. تمام. ولكن هنا موقع الاعرابي فيه فعل وفاعل، يبقى تمام المعتمد هنا ايه المفعول به. تمام. وضحت؟ تمام يا مستر، واضح. طيب لما اقول مثلا انت تذاكرين او انت تكتبين تذاكرين، هل ينفع اقول للولد انت تذاكرين؟ لا مستر، لا، تذكرين فقط للمؤنث، للمؤنث. فقط يبقى للمؤنث. تذاكرين، طبعا انت ده ضمير مبني في محل الضمائر عامة يا شباب، ضمائر الرفع اللي هي الضمائر اللي ذكرناه مسبقا، انا، نحن، انت، انت، انتم، انتم، انتن، هو، هي، هما، هم، هن، كل هذه الضمائر اسمها ضمائر الرفع، يعني نسبة كبيرة جدا بتكون ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. الكلمة اللي بعدها في بقول في الغالب، مبتدأ. لأن بتكون في الغالب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ في الغالب، لأن قد تقع تأكيد وقد تكون ضمير فصل. تمام. أنا بقول في الغالب. تمام. طيب تذاكرين ده فعل مضارع، تذاكرين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه أو ثبوت النون. تمام. ويا المخاطبة المؤنثة، شايفين يا المخاطبة المؤنثة هذه، شايفينها اللي هي الياء، نعم، علموا كلهم الياء. ويا اسمها ياء المخاطبة المؤنثة. ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب صعب حتى الآن؟ لا يا مستر، يبقى احنا لا الآن لا عندنا إعراب الفعل المضارع، سواء كان معتل الآخر أو صحيح، يعني لا يوجد حرف لا يوجد آخره حرف من حروف العلة. في جزئية ممكن برضو سؤال، أود، تفضلي. كيف نفرق أنت إذا كانت مبتدأ وكانت إذا كانت مبتدأ وإذا لم تكن مبتدأ، كيف؟ تمام. أنا بس ماشي نقول كيف. طيب كتبت أنا الدرس، أحمد شرب، هو سؤال ما كنت يعني الصراحة ما كنتش عايز أقول، شرب هو اللبن. كتب فعل الماضي والتاء تاء الفاعل، صح؟ صح. صح يا مستر، طيب إيه فائدة أنا؟ توكيد للضمير، وده اسمه درس التوكيد على الصف الثاني الاعدادي. توكيد للضمير، يعني لان التوكيد لما بحذفه، توكيد لفظ ده لما بحذفه عادي المعنى كامل، لو قلت كتبت الدرس عادي، فانا هنا توكيد للضمير ده. احمد شرب هو اللبن، من اللي شرب هو؟ يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اي فائده هو بكتبها ثاني توكيد لفظ ليها. وضحت؟ تمام، شكرا لحضرتك. تمام. تمام. طيب كنت أقول حاجة تانية، ما بخصوص الجملة الفعلية يا شباب. الجملة الفعلية طبعا في أفعال لازمة وأفعال متعدية. الفعل اللازم بكتفي بالفعل فقط قبل ما أدخل في إعراب الفعل. الفعل اللازم، الفعل اللازم يكتفي بإيه؟ بالفاعل، ولا يحتاج لمفعول به، إلى مفعول به. يعني إيه؟ يعني اركز معايا، يعني مثلا اقول ذهب احمد الى المدرسه، ذهب احمد الى المدرسه. تمام. احمد ذهب فعل ماضي، من اللي ذهب؟ احمد. خلص الكلام على كده، الى حرف جر، المدرسه اسم مجرور، لا يوجد مفعول به، ده اسمه فعل لازم، اكتفى بالفاعل، اكتفى بايه؟ بالفاعل. تمام. لكن في فعل لابد من وجود مفعول به، اقول مثلا ضرب المعلم الطالب، ضرب، من اللي ضرب المعلم؟ ضرب مين؟ الطالب مفعول به، المفعول به بنرجع للفعل مرة ثانية. تمام؟ طيب، ثاني حاجة الجزئية يعني التي أريد أن أوضحها، ترتيب الجملة لا يأتي بعد الفعل الفاعل مباشرة، قد يعني يوجد اختلاف، يعني أقول حما البنك
عارسهم. يلا فين الفعل؟ فين الكل؟ اكتب لي الفعل فين. الفعل فين مفعول به فين؟ اكتب لي بالشات الفعل والمفعول به. الكل يكتب في الشات كده، الفاعل وليس الفاعل والمفعول به. فين الفاعل وفين المفعول به؟ الفعل عارفه حالها، انا بقول الفاعل والمفعول به. يوسف أبو زيد. مستر لا يوجد صوت. يوسف أبو زيد سمعني؟ يوسف سمعني؟ أيوة مستر، استوعبت وقتي دي. عكس 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 عكس. طيب أنا أسألك بس، الكل يجاوب، الكل يسمعني يا شباب، الكل يسمع، الكل يسمعني. حمد الفعل صح؟ في بعض الطلاب حمل الفعل صح؟ مين اللي بيحمي؟ حارس حارس مين اللي بيحمي؟ حارس حارس بيحمي مين؟ بنك البنك. بنك. تمام، يعني حمى الفعل، الفاعل الحارس، حمى ايه؟ البنك مفعول به. احنا خلاص الطلاب مرحلة إعدادية، لا يشترط أبدا ان احنا نرتب الجملة، لا تقديم وتأخير، وده من الأساليب البلاغية، التقديم والتأخير من الأساليب البلاغية. تمام، البنك صح، الحارس مفعول به، الحارس فعل أقصد، والبنك مفعول به. تمام، نرتب الجملة، نفهم نفهم إيه الجملة، نفهم إيه الجملة. تمام، وضحت كده شباب؟ وضحت. طيب عندنا في حمل حاجة بنك حارسه. حمى البنك حارس، ومين اللي بيحمي أصلا؟ البنك اللي بيحمي الحارس، ولا الحارس اللي بيحمي البنك؟ حارس لا بيحمي البنك. العكس يا مستر، حارس هو الذي يحمل البنك. طب انا قدمت واخرت في الكلام ده، ليها اغراض طبعا، انتوا بتدرسوا حاجه اسمها مظاهر جمال او مواطن جمال. تمام، نعم التقديم والتاخير طبعا ده هو يعني اهداف بلاغيه وكده. تمام، بس احنا يعني نريد ان نتطرق، لان يدخل في فروع كثيره جدا في البلاغه، خلينا بس في هذه المسئله تمام. الرسميه. طيب يبقى اذا لا، لا يعني ابدا ان الجمله هناك لابد بقى الفاعل بعد الفعل، لا يشترط. تمام، لا يشترط. الجزئيه الثانيه، كثير من الطلاب مثلا حضر طالب علم لحظة بس كده شرح، عشان بس ايه شرح المعلم المجتهد الدرس. يجي طالب يقول يا استاذ شرح الفعل، المعلم فاعل، المجتهد مفعول به. طب هل المعلم شرح المجتهد ولا شرح الدرس؟ لا، ده المفروض المجتهد المجتهد الدرس. المجتهد اين المفعول به؟ المجتهد اين نعم اكتبوا لي المفعول الدرس به فين؟ الدرس. الدرس ايوه الدرس ايوه وضحت شرح كده؟ المعلم ما هي الدرس. الله يفتح عليكم. المجتهد طبعا عرفها، نعم. طيب يجي طالب كده، ركزوا معي في اللي هقوله، يجي طالب كده حضر طالب حضر طالب علم المؤتمر. ولا لحظة، نكتب أحسن من دي. جاء أو خلاها هي حضر، حضر المؤتمر طالب علم. فين الفعل وفين الفاعل في المفعول به؟ المفعول من المؤتمر والفعل طالب. طالب تمام، فاعل. الإيه؟ حضر هو المفعول به، طالب ولا المؤتمر الفاعل؟ المفعول به، المؤتمر هو لحظة المفعول لحظة، أنا به، بكتبه في الشات، اكتبه في الشات. أنا كتبت لك المؤتمر طالب المفعول به. صح، المؤتمر حضر. من المؤتمر اللي يحضر ولا الطالب اللي بيحضر؟
الطالب هو لا اللي بيحضر المؤتمر. طالب، تمام طالب، الطالب هو طالب الفاعل، المؤتمر هو المفعول. تمام حضر طالب علم، حضر طالب علم، حضر الطالب المؤتمر العلمي. فين أين المفعول به هنا؟ أين المفعول به؟ لا يوجد، مؤتمر، مفيش، حضر طالب علم المؤتمر. مفيش يا اللي يعرف اللي يجد المفعول به يقول. لا يوجد، تمام لا يوجد، صح. لا ليه؟ يوجد. لأن المفعول يجي طالب يقول يا مستر والله المفعول به كلمة علم. ركزوا معايا شوية، أنا أقول شرح المعلم الدرس، شرح من اللي شرح المعلم؟ شرح إيه؟ الدرس يعني رجعت مرة أخرى للفعل، صح؟ صح، يبقى صحيح. في الفاعل والمفعول به أعود إلى الفعل مرة تانية، لكن حاضر من اللي حضر؟ الطالب. طالب إيه؟ الدرس مؤتمر طالب إيه؟ علم. لا هنا، هنا المثال ده، شايفينه؟ هذا المثال. طالب إيه؟ العلم. طالب ماشي، علم. هل رجعت عاوز. للفعل تاني هنا؟ لا لا ايوه، لان لا، يوجد حضر علم، ما حضر من اللي حضر؟ لن تجدي. طالب، طالب، الطالب. يعني في طالب، الفاعل رجعت للفعل. طيب انا بقول طالب ايه ولا حضر ايه؟ طالب علم، صح. هل في طالب كلمة علم، علم هذه، هذه طالب الكلمة، ايه؟ هل هرجع لحضر تاني ولا هرجع لما قبلها؟ لما قبلها، لما قبلها. يبقى ليس لها علاقة بالفعل اصلا، هي دلوقتي لها علاقة باللي قبليها، فادت التخصيص يبقى مضاف اليه. اذا تمام، وضحت؟ تمام. طيب تمام، ندخل طيب. بعدين. اللي يعرف ادوات نصب الفعل المضارع يكتبها لنا. ادوات نصب الفعل، اللي يعرف ادوات نصب الفعل المضارع يكتبها لنا يا شباب. قبل ما اكتبها اكتبوا لنا ادوات نصب الفعل المضارع. ممتازين اسماعيل وملك ويحيى، ممتازين، واحمد. هاجر، تمام تمام ابراهيم، مين كتبهم كلهم؟ أنا اه كده انا، اه تمام. يبقى اذا ادوات نصب الفعل المضارع ان، لن، كي، ألان كي حتى حتى، لام التعليل. لام التعليم. طيب مثلا يجب ان تذاكر الدرس. طبعا تذاكر ده فعل مضارع، منصوب. تذاكر فعل مضارع منصوب، صح؟ منصوب، لأن سبق بإيه؟ يعني هذه الأدوات إذا سبقت بالفعل المضارع تكون يعرب الفعل المضارع منصوب علامة نصبه إيه؟ الفتحة. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة. تمام، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام، وضحت؟ طيب، وضحت يا مستر. لأنه سبق نفس الحكاية، قلت مثلا لن يفلح الفاشل، أهو لن يفلح. يفلح هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلام حكاية. نصبي تمام، الفاتحة. نعم، فهمت. طب ركزوا معايا، نذهب إلى المدرسة لنتعلم. يجي الطالب يجد اللام، يقول اللام حرف جر، نتعلم اسم مجرور، صح؟ لا خطأ. لا غلط. بعد انا مش فاعل بعد اصلا. لا نرى فعل اسم مضارع الفعل. منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أيوة، يبقى هنا نتعلم فعل، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ليه؟ لأنه سبق بإيه؟ بأداة إيه؟ بأداة نصب، اللي هي إيه؟ اللي هي كيف نفترق اللام. بينها وبين ايه الفرق بينها وبين اللام واللام حرف جار، صح؟ نعم للمدرسة واجب علينا.
ايه رأيكم في المدرسة دي؟ المدرسة لمحة في جر، صح؟ ليه؟ لأن كلمة المدرسة عبارة عن لام زائد كده المدرسة، والمدرسة اسم ولا فعل؟ اسم اسم اشياء يعني، تعرف تقرا بس تعرب اسم مجرور، وضحت؟ تفضل اسماعيل. اي صح اوكي يبقى عندما نرى، اسماعيل عندك سؤال؟ لو فصل اقل من دقيقه خصم يخرج تدخله تاني، ده نسيت. كويس انك ذكرتني والله، انا نسيت خالص. لو فصل الزوم تدخله مره اخرى، تمام؟ طيب يبقى كيف